بس رح نكون في الرياكت. هو موضوع في المنطقة. كل اليوم الحكي كان عن الانجولار بشكل خاص. الرياكت بيشتغل في نفس المنطقة واللي هي الفرونت اند يو اي. ولكن اوكي بعد اذنكم فاليوم رح نحكي, رح تكون البرزنتيشن تبعتي عن الرياكت. انا قصي جودي, سوفتوير انجينير في ستارت اب احنا انشأناه انا واخوي, ومستخدم الرياكت كمين تكنولوجي فيه. طبعا هاي السوشيال لينكس الي دورز ايش زي هيك. هلا بس عشان نشجعكم شوي للرياكت, مين اللي بيستخدم الرياكت حول الويب؟ الفيسبوك شات والكومنتس مبنية على الرياكت جي اس, الانستغرام ويب all of it 100% على الرياكت جي اس, الواتساب ويب كمان على الرياكت جي اس. الرياكت هو ببساطة جافا سكريبت لايبراري, هو مش فريم ورك زي الانجولار, بيوفر لك كثير من الفيتشرز. هو عبارة عن فيو انجن, خلينا نحكي في الام في سي موديل. هو بزودك في المتخصص في الفي, as we can see here. So ما في directives, ما في scopes, ما في الشغلات هاي, ما بتيجي مع الرياكت. في كتير developers community حلوة حواليه بتعطيك هاي الشغلات بتسهلها عليك, لكن الرياكت ككور هو فقط بتدخل في الفيو, في الفيو لاير من الام في سي موديل. كثير حكولي قارن بين الرياكت والانجولار, بس بتوقع هي اشي مش بعيد كثير عن بعضه, يعني هم في نفس الفيلد في خلنا نحكي في الفرونت اند. واذا بدك تقارنهم المقارنة غير عادلة, انها تكون زي كأنك بتقارن ابل ان اورانجز, بس بتقدر تعمل فيهم هيك البرزنتيشن اللي بعثت لي اياها. فممكن حتى تدمجهم مع بعض وتستخدمهم مع بعض. إذا بدك تخلي البرفورمانس تبع الانجلر اب تبعك يكون قوي, ممكن تدمجهم في بعض. نسيت ايش اسم الاشي اللي بيشتغلوا عليه لدمج الرياكت في الانجلر. اوكي نو وري. كمان في اشي جديد طلع قبل شهر ونص اظن, عملوا له اوت سورس او عملوا له اوبن سورس, اللي هو الرياكت نيتف. لأن تكتب تستخدم الرياكت مشان تبني موبايل نيتف أبس, مش كروس بلاتفورم زي الفون جاب اللي حكي لنا عنها الصبح أحمد, ولكن أنت بتحصل في النهاية على نيتف كومبوننتس إن يور أب. والفيسبوك جروبس أبليكيشن مبني على الرياكت جي إس, بتقدر تشوفوه تنزلوه وتشوفوا كيف الشغل بيكون عليه. فرياكت جي اس كمان مره هي بس لليو اي. في اشي مهم, في اشي مهم جدا هم طلعوا فيه, بما انه عن البرفورمانس لما احكى احمد اظن مين احكى عن البرفورمانس مش عارف, احمد صدر عن الريندرينج. ابطا اشي في البراوزر اللي هو الريندر للاكشوال دوم. الجافا سكريبت التنفيذ بيكون فيها سريع, لكن الريرندر للاكشوال دوم هو الابطا شيء موجود في البراوزر. فالرياكت جي اس شو عملوا؟ عملوا شيء اسمه الفيرتشوال دوم. هو في النهايه ببساطه جافا سكريبت اوبجكتس بتمثل الاكشوال دوم, اوكي, وفيها كل شيء متعلق في الاكشوال دوم, متخزن فيه الفيرتشوال دوم هاي, وهو جافا سكريبت اوبجكتس في النهايه. انت اذا بتعدل على اي شيء في الاب تبعك, انت كمبرمج بتتعامل مع الفيرتشوال دوم. والرياكت في عندهم algorithms شغالي في الجافا سكريبت بما انها سريعه, وبتعمل رندر للاكشوال دوم حسب تغيرات اللي بتصير في الفيرتشوال دوم. يعني ما بيعملوا لك رندر لكل شيء, ولكن بيستهدفوا النقاط في البراوزر اللي تم التعديل عليها بشكل خاص, وهي بتتوكل في مهمه الرندر تبعتك. فانت في الرياكت ما بتروح تحكي دوت ابن تشايلد او اشي زي هيك, هذا كله الرياكت بيعمل لك اياه. طبعا الرياكت وان واي بايندينج مش تو واي بايندينج, تقدر تعمل فيها تو واي بايندينج لكن مش اوت اوف ذا بوكس, لازم انت تعمل لها لينكينج في اللايبراري تبعك. الفيرتشوال دوم حكينا عنه. الجي اس اكس بما انه في عندنا فيرتشوال دوم فما في عندنا تمبليتنج سيستم او
إشي زي هيك اللي تتعامل معه أنت ببساطة. هي زي ما تحكي بدك ديف تحكي رياكت ضد ديف وبتمرر له البروبرتيز تبعته. ولكن الرياكت كمان زودونا في إشي اسمه جيس إكس، هو سينتاكس إكستنشن للجافا سكريبت. فأنت بتكتب إشي شبيه في الـ HTML ميكست، يعني بتكتب جافا سكريبت ميكست with جيس إكس، وقبل ما تعمل لود للآب أو بيلد للآب تبعك بتحول ترانسفورم الجي اس اكس لجافا سكريبت فايلز. ففي نهاية المطاف رح يكون عندك جافا سكريبت فايلز في البراوزر. ليش الرياكت؟ من خلال خبرتي طبعا هاي الملاحظات، انه هي كمان رشا حكيت لنا عن الكومبوننتس وقديش هي مهمة. الرياكت مبنية على الكونسبت اوف كومبوننتس، يعني everything is a component، black box، less dependent في الاشياء اللي حواليه. كمان سهل انك تعمل له تيستينج، كل إشي في مكان واحد. بما إنه JSX بتعطينا الفرصة إن نكتب ال HTML خلنا نحكي مع الجافا سكريبت. طبعا في عليها ديبيت هاي إنه مين أحسن، بس أنا من خلال خبرتي اكتشفت إنه أحسن إنك يكون كل شيء قدامك في الكومبوننت تمبلت تبعك واللوجيك والجافا سكريبت. وإذا أنت بتقسم الويب سايت تبعك أو الابليكيشن لكومبوننتس صغيرة لحد ما بيكون الشغل فوكست وسريع في الديفلوبمنت وأسهل إنك تتبعه. طبعا كل كومبوننت عندنا له ستيت وبيعمل ريندر حسب الستيت هاي. فكل كومبوننت خلينا نحكي له ستيت مثلا is processing او is loading loaded ايش زي هيك. انت بتعمل الريندر تبعك بناء على الستيت هاي، انت بتحدد الستيت وبكل تفاصيلها. اذا بدك تغير على الكومبوننت تغير الريندر، انت بتعدل على الستيت والكومبوننت اوتوماتيكلي let's say بيدمر الدوم تبعك وبيعمل ريندر من اول وجديد. يعني انت ما بتعمل ابديت للدوم من خلال الجافا سكريبت، من خلال الجافا سكريبت تبعك. هلا بما انه في عندنا الفيرتشوال دوم، هذا الاشي بيكون بيرفورمانت في الرياكت، لانه انت بتعمل الريندر فعلا بتم على الفيرتشوال دوم. اي تعديل بيستهدف الريال دوم بناء على الديفينج الجوريثمز اللي هم بيعملوها. الليرنينج كيرف تبعه سريع جدا، يعني انت ايضا عندك شويه خبره في الجافا سكريبت، خلال اسبوعين تقدر تكتب كود وتعمل ابلكيشن كبير. الفيرتشوال دوم كمان بيرفورمانت وفاست ريندر. لما بدك تبرمج رياكت لازم تفكر في كل شيء ككومبوننت، من كل الصفحه لحد تبلش تصغر فيها وتقسم فيها لكومبوننتس محدده. فمثلا خلينا ناخذ هذا المثال. هون عندنا زي سيرش بوكس وتكست بوكس في ليست. فانت اذا بدك تعمل هذا الاشي في الرياكت لازم تفكر فيه بهاي الطريقة. الاشي اللي برا هون الماوس هذا هو كومبوننت، الاشي الخارجي اللي باللون البرتقالي خلنا نقول هو كومبوننت، خلنا نسميه الاب، هو المحتوي لكل الاشي اللي عندنا. هون خلنا نحكي السيرش بوكس تبعنا هو كومبوننت منفصل. هون الليست وهاي اللي هي الايتم ليست. فانت بدك تفكر في، طبعا تقدر تروح للديتيلز تحكي اوكي هاي كومبوننت وكمان هاي كومبوننت اوكي او هذا كومبوننت وهذا كومبوننت. فانت حسب الكومبوننت لازم يكون عندك صغيره لحد ما علشان تقدر تلفت على الكومبوننت تعرف شو ستيت تبعته وشو الحالات اللي ممكن يكون فيها. اوكي خلني اكتب كود حاليا لانه كيف حكي عن الرياكت. طبعا هون انا بستخدم التولز برضو الشباب حكوا عنها كثير، اللي بتعمل لك كونكاتينيشن للجافا سكريبت بيلدينج اوتو بيلدينج اثناء الديفلوبمنت. فراح نشغل السيرفر وراح نشغل الويب باك تول، محكوش عنها اليوم بس هي تول بتعمل لك بيلد ترانسفورم الجي اس اكس، بيلد للسي اس اس كمان، بتعمل لهم كونكاتينيشن في فايل واحد وبتحطهم في البيلد، وانت في الويب سايت تبعك بتاخذ من البيلد. فلو نيجي هون خلينا نحكي الاب هاب بسيط جدا. خلينا نعمل له كومنت. اوكي فلو نحكي اسمه اوكي هلو وورلد. اوكي
هلو وورلد اب. انت هلا الهلو وورلد اب هو كومبوننت، خلينا نحكي كيف بدك تنشئه. بتحكي رياكت دوت كرييت كلاس، هون هذا الاوبجكت اللي هو هون الديفينيشن اوبجكت تبع الكومبوننت تبعك. اهم ميثود فيه اللي هي الرندر. في الرندر انت بترجع هون اللي بتكتب جي اس اكس، بترجع الاتش تي ام ال اللي بدك اياه يطلع على الشاشه. مثلا خلينا نرجع اتش 1 ونحكي انه هذا اوكي في هلو وورلد. اوكي بنسيف، لازم هون الاب عندنا طلع الهلو وورلد بكل بساطه. وانت هون لاحظ انه انت بتعمل ميكس بين الجافا سكريبت والاتش تي ام ال، يعني you are writing HTML directly in the JavaScript. So هذا طبعا أبسط component ممكن تشوفه. فخلنا نحكي إنه بدنا نحط text box. Okay. هون كنا نديف. Okay. Oops. نجيب الـ H1i هون، نجيب input type text. okay so when you save now we should have yeah it's here. So now we want to do like the hello world like اللي عملها في الداتا بايندينج. لسه ما جهزتش، استنى شوي طول ازيد شوي لانها one way binding. ففي عندك انت لايف سايكل ايفنت في الرياكت اللي هو الجيت انيشال ستيت. انت هون بترجع ستيت تبعت الكومبوننت تبعك. مثلا خلينا نحكي فيها نيم، والديفولت شيء له اسمي قصي. اوكي والورد هاي بدنا نحط محلها اسمي، فبنحط البراكتس هذول. الجيت انيشال ستيت بيستدعى اول ما انت تعمل الانيشالايز للاب. فلما في الرندر بتكون الستيت اوريدي موجود عندك، فبتحكي هون this dot state dot name. اوكي اوكي this اوكي. كمان في اشي حلو في الرياكت ان انت بتغلط اظن. Yeah. It gives you the so now we can see. طبعا اذا بدك تغير الستيت تبعتك ما في that binding زي الانجولار، فبدك تحط هون on click let's say. بس نزلته شوي. ايوه خلنا نحكي this dot on change. On change handle. Okay. بدك كمان reference هون اسمه، خلينا نحكي name. فانت بتحكي this dot refs. طبعا ال reference اللي عرفناه تحت راح already يكون في الرفس تبعت الكومبوننت. فبتحكي this dot refs dot name dot get dom node بعدين value. هذا في صار النيم عندنا. وعشان تعدل بتحكي this dot set state okay name equal name and that's it. Yes. So opa. Ah, on change, yeah. On change. Sahih. So, hello, Paris. Yeah. Yeah. Okay. هذا الهلو وورلد اب خلنا نشيله. ماشي. أنا عملت already movies app هون. بنرجع الموفيز اب اللي انا كاتبه فوق، رح نشوفه هسه لفت عليه. اوكي اوكي الشاشه صغيره عندي.
اوكي فعندنا هون خلينا نحكي سيرش بوكس وعندنا موفيز جايبهم انا كمان من النت بعرض الصورة والتايتل وبقدر ابحث على الموفي نيم اوكي let's say the age whatever okay and it searches for you so هلا خلينا نحكي هون الموفيز اب اللي هو الرياكت المين كومبوننت تبعي الجيت انيشال ستيت بجيب الموفيز اراي اوكي نحطها عنده والسيرش تكست اللي هو اللي في الانبوت بوكس برضه موجود في الستيت تبعتي وهون عندي الاون تشينج لما اليوزر يكبس اي سيرش راح يستدعى هذا الكول باك والرندر الرندر طبعا انا هون ديف whatever اتش 1 اتش ار بعدين في عندي اشي هون اسمه الليست هلا هاي الليست هي كومبوننت مبنيه فوق كمان انذر كومبوننت اوكي اللي هي الليست بشكل عام اللي هي الموجود فيها الموفيز اللي هي هاي بالاحرى طبعا لو نيجي هون كمان في تول الرياكت حلو كثير هنا عندك انت التوب ليفل اللي هو الاب كله اوكي عندك هون الليست اللي هي الليست تبعت الموفيز بتقدر تشوفها بتقدر تشوف ستيت البايندينجز الموجوده فيها طبعا البايندينجز ما بلزمك تفكر انه كيف بنعملها بايند وان بايند لانه الرياكت هي اللي بتهتم في هذا الموضوع وكذلك الليست هي بتلف على الموفيز وبتعطي في كمان كومبوننت اسمه موفي اللي هو اللي بيعرض الصوره اللي هو اللي بيعرض الصوره والتايتل تبعك وهو كمان كومبوننت اسمه الموفي وهو موجود كمان فوق وفي له انيشال ستيت وات ايفر هاي مش كنت اشتغل على شيء ثاني ما بتلزمنا اوكي فالرندر هو اهم شيء بنحكي بنعمل رندر للايمج اوكي ديف رندر تايتل فيها تايتل بس بيحط اللي برجعه اوكي هلا اوكي السيرش شغال اذا بدنا نعمل انيميشن مثلا الاشياء اللي بتختفي من السكرين بدنا نعملها انيميشن في الرياكت هذا شيء سهل جدا في عندنا هون كومبوننت اسمه رياكت سي اس اس ترانزيشن جروب برضه من الاد اونز تبعت الرياكت من الرياكت لايبرري وهون بدل ما ترجع في ديف الاليمنتس اللي هم الموفيز تبعونك بترجعهم في الكومبوننت اللي هو الرياكت سي اس اس ترانزيشن جروب اوكي then you hit save you hit reload then when you start to search you can see that it's fading let's say now we want to highlight the search term في اذا بنبحث مثلا عن love okay it's fast اذا بدك لما تبحث عن search term بدك تعمل highlight للsearch term وين بالضبط موجود في التايتل فانت عندك هون الكومبوننت المعني في هذا الموضوع اللي هو الموفي كومبوننت تبعك وبالاخص انت الريندرينج تبع التايتل فانا هون كاتب كود سنيبت ما لهاش علاقه في الرياكت طبعا بس هي بتفوت على سترينج بتشوف الماتشنج سترينج وبتحط لك الباك جراوند اللي ريد وبتعمل له بترجعه للكومبوننت تبعك فانت لو تيجي تعمل هنا ريفرش تيجي تكتب endless edge of so you can see that now الهايلايت للسيرش تيرم تبعك موجود وهذا بكل سهوله انت طبقته لانه عندك الكومبوننت انت عارف وين راح تكون تشتغل بالضبط في الرندرنج للتايتل فانت فوكس كل شيء قدامك ستيت قدامك ال HTML تبعك قدامك وهذا بشوفه كثير مريح في برمجه الويب خصوصا والسلام عليكم to function and do whatever I want to do as a logic there. I can process everything I want to do. After doing the work, I will notify the UI thread back, sending the data that I want to send it to the UI. فأصبح أنا لما بشتغل عمالي وبدي أعمل JS file جديد بدل ما أروح أعمله وبعدين أروح أجيب الباث تبعه وأكتب سكريبت وجيب وحط يعني سرعة المصطلحات هاي الشيء